سيكون البطل وسيكون الوسيط اللي يحددوا هذه الدورة الثانية. إذا تشاهدون فئة الصغار مواليد 2019 كنضربوا من اللجنة التنظيمية طرد البال لأن كنا بعد المتسابقين اللي وقفوا خاصهم تبقى حتى واحد هو نسلع الكوكب ونسلع الكوكب المقدمة في هذا السباق. كان فئة الصغار مواليد 2010 إقليم العرائش العوامرة جماعة القروية العوامرة قصر كبير ومدينة العرائش. معدة محتل المرتبة الأولى المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة رقم 11 المرتبة الثالثة رقم 16 المرتبة الثانية. كان انتهى السباق كان وصول العدائين كان الصغيرات مواليد 2009 2010 كان الصغيرات كما نشوفوا البنات بنيتات كذلك غادي تكون عندهم الانطلاقة بعد قليل إذا مازال دورة أخرى في النادي على فئة الشبان مواليد 2007-2008 ذكور وإناث فتيات وذكور. إذا مواليد 2007-2008 استعداد. إذا لازلنا نعيش أدوار هذا السباق فئة الصغيرات. إذا إخلاء المدارات لكم على ما أظن المحتلة للمرتبة الأولى ثقة محتلة للمرتبة الأولى منذ الانطلاقة وكل عليك. إذا غادي نمتوا النتائج حالا ما والمرتبة الثالثة والرابعة. إذا انتهى السباق. إذا العياء هذه